باهي، يا اول سؤال ظهر لي، وين مك الهواء في مصر فخر الدين؟ والله الحمد لله ديما معلمني الهواية، واحد يخدم على روحه وإن شاء الله ديما تقدم لي إضافة وين ما كان إن شاء الله. رغم اني قعدت 6 شهور بعيد عن الميادين، فخر الدين رجعت طول للمقابلات فيزيكمون، ما تقلقتش؟ والله الحمد لله الناس الكل تعرف يعني واحد ديما بروفيسيونيل ديما يخدم على روحه، حتى كي كنت بعيد شوية من المباريات يعني كنت نخدم حتى أكثر من صحابي، والحمد لله هذا اللي خلاني ندخل ديريكت في الجو ونكون موجود في المباريات ديريكت. وشنو سر الفورم هذا اللي في البريود الاخر؟ اندمجت فيسا ما فما حتى سر، والله ما فما حتى سر، واحد يخدم على روحه. جروب الحق فيفا جروب باهية، الناس كل تحب تخدم، الناس كل عاونوني لهنا وفوالا، الناس كل حطوا فيا ثقة وأنا الحمد لله يعني عملت اللي عليا، وإن شاء الله كما قلت لك واحد يكمل هكا وشي خير إن شاء الله. ما تشوفش اسم فخر الدين بن يوسف أكبر من اسم عادي فخر الدين؟ والله ده ما نشوف الإسماعيلي يعني نادي كبير، و يعني أنا مقتنع إنه الفترة هذية تكون في الإسماعيلي، والحمد لله يعني جيت على دي شالونج، عندنا البطولة، عندنا البطولة العربية، عندنا كأس مصر، يعني عندنا برشا فرديات هنا، إن شاء الله واحد أهم شيء إنه يرجع الفورمة كما يلزم ويقدم الإضافة والمكان إن شاء الله. باهي فخر الدين، علاش خرجت من الاتفاق؟ نتبع فيك، بون تبعتك برشا مقابلات انا في السعودية، ما كنتش خايب معناها، علاش خرجت من الاتفاق؟ والله خرجت اختيار بتاع مدرب، المدرب هو اختار التشكيلة بتاعه، يعني ما ممكن ما كانش مقتنع بفخر الدين، مانيش عارف شنو هو الأسباب اللي خلاته يعمل الاختيارات هذه. دونتوليكا هذه اختيارات هو يعني مسؤول عليها، وهو موجود كمدرب يعني باش ياخذ اختيارات من نوع هذا. بعد يعني ما بعد ما خذا هو القرار ما توصلتش انا وإدارة النادي باش نخرج في الصيف، كانوا هما يعني طالبين انه نجيب لهم عرض، وانا طالب انه بما انه المدرب مش مقتنع بي يعني نفسخ العقد عادي، دونك ما وصلناش الحل، وهذاك علاش قعدت الاشهر هذوكم يعني من غير مباريات. في الاخر في الماركاتو هذا يعني اونفان لقينا الحل وكل واحد يمشي على روحه بالتراضي. قدوم نعيم سليتي ينجم يكون سبب من أسبابه؟ لا بون كل واحد يخدم على روحه بيان سور، المدرب هو اختار تشكيلة، حتى مع نعيم كنت النجم نكون موجود مع نعيم، مش بشرط نعيم بركة اللي جا ويمكن 5 ولا 6 دي جوار جدد، دونك نعيم واحد منهم، وكما قلت لك الناس كل تخدم على روحها وهذه اختيارات مدرب. بيه بعد ما خرجت من الاتفاق جاوك برشا عروض، كل مرة نسمع اسمك في فريق، شنو السبب بالضبط؟ فما كانت تترحل مستير ليتوال سي اس اس، اسكو كانوا موجودين الاسامي نتاع الاندية هذوما ولا شنو بالضبط؟ والله الحق نتاع ربي يعني ما فما حتى نادي يعني اتصل بيا، وانا ما يعني قعدت نسمع في الاخبار كيما الناس، فما الحق اتصالات يعني من انديه في بلدان اخرى، لكن في تونس الحق ما فما حتى اتصال، يعني قاعده تخرج في اخبار اللي هي مش صحيحه. الاتصال الوحيد اللي جاني ومشكور اللي هو من رئيس فرع نادي الرياضي صفاقسي، ما دخلناش في حتى مفاوضات، قال لي سمعت بك في تونس، قلت له لا راهو مش صحيح، وراني الحق نتاع ربي ما نخممش اني نرجع البطوله التونسيه في الوقت الحاضر ومانيش موتيفي، فقال لي يوم اللي ان شاء الله تخمم انك باش ترجع بطوله تونس راهو فريقك اولى بيك، وفريقك ديما يعني حالك الابواب وكل شيء ومشكور ويرحم والديه، وبالحق يعني فرحني برشا الاتصال هذا، وفوالا هذاك هو اللي صار فيما يخص الانديه في تونس. الباقي كانت فما شوية اتصالات مع أندية يعني
في تركيا، في الخليج، ويعني في الاخر كما نقولوا نحن درست كل شيء وخيرت اني نكون في نادي الاسماعيلي. بالفورمة متاع اليوم أكيد ما زلت تطمح للمنتخب. بيان سور، انا الاوبجيكتيف نتاعي الاولاني في كرة القدم هو المنتخب، يعني مانيش جديد على المنتخب وديما ما كنت الاوبجيكتيف نتاعي والموتيفاسيون نتاعي الكل يعني المنتخب. بيان سور ديما يقعد اوبجيكتيف لاي جوار في تونس، وديما يعني في مخي يعني نحب نرجع على المنتخب سي سور. تلقيت اتصال من ستاف تكنيك جديد ولا مازلت؟ والله ستاف تكنيك يعني كانت معايا اتصال مع سي منذر يعني قبل ما نمشي للنادي الاسماعيلي، ويعني رحب بالفكره وقال لي بطوله راهي مش باينه، انا حبيت ناخذ رايه وكل شيء، ف يعني قال لي حاجه الباهيه انه مازال لنا يمكن 17 ماتش في الشامبيونات مع الكوب داراب مع الكوب، دونك ريتم كبير نتاع دي ماتش وبرشا دي كومبيتيسيون، دونك يعني رحب بالفكرة وهذاك هو الاتصال الوحيد. باهي في خدين عندنا مشكلة في الهجوم، طب أغلب المهاجمين بتاعنا ما همش في فورمة كيما الخنيسي الشماخي شوات الخازري مضروب، ينجم يكون فخر الدين حل في المركز هذا في المنتخب؟ والله انا اولا مانيش مدرب باش نعرف شكوني في فورمة شكوني ماهوش في فورمة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية كما قلت لك أنا الأوبجيكتيف نتاعي ديما أني نكون في ليكيب ناسيونال، بقطع النظر على البوست اللي نكون فيه، بقطع النظر على شكون يلعب شكون ما يلعبش، هذيك تقعد ديما للإطار الفني الاختيار. أنا بالنسبة لي أنا نخدم على روحي ونحاول نقدم إضافة وين ما كنت، ونحاول أني نكون موجود في المنتخب، ومن بعد تقعد كل واحد يعني ياخذ الاختيارات نتاعه. بيه عدم دعوتك في الكان الماضي فخر الدين نجم يكون نقطة تحول في مسيرتك، خاصة في السعودية كأنه تبدلت نظرتهم ليك وإلا ليه؟ صحيح بتاتر ضرتني شوية يعني عدم الدعوة للكان، لكن هذيك هي الكورة، يعني واحد ديو دي با لازم يتعلم من كل شيء يصير له، من ليزيكسبيريونس الكل اللي يصيروا له، ولازم أي حاجة يعني تكون ماهيش في متطلعاتي يعني لازم تقويني، وهذا هو اللي صار. يعني ما نهبطش إيديا، ديما نطمح للخير، وكما قلت لك كان مشي على روحه توا نخدم على روحي، الحمد لله رجعت كومبيتيسيون وان شاء الله يجي خير. وكاو منتخبنا قادم على تصفية الكان وكأس العالم، في الكان نجمو نمشيو لبعيد وفي الكان نجمو نكونو موجودين مرة أخرى في كأس العالم. والله علاش ليه، بيان سور توا تونس الحمد لله عندنا برشا عوام يعني في المراتب الاولى في التصنيف نتاع الفيفا نتاع الكاف، يعني من المنتخبات الكبيره اللي الناس كل تقرا لها حساب، دونك نتصور اللي ما ينقصنا حد شيء باش نعملوا كان باهيه وباش نمشيو للكوب دي موند. ليزيكيب الاخرين الكل ما همش خير منا، بتاتر عندهم فرديات يعني كبيره يلعبوا في فرق كبيرة في أوروبا، لكن جماعيا نحن ديما كنا حاضرين، وين ما كنا يد واحدة وكنا جروب واحدة كنا سوليدير، كنا ديما خير من الأدفرسير. باهي فخر الدين تلعب في مصر، انت تعرف اكيد الزمالك بالباهي، كيفاش شفت ماتش الاسبيرونس والزمالك اللي تعدى؟ ماتش الاسبيرانس والزمالك يعني ما فيش سر، نتصور الناس كل عرفت يعني شنو السر نتاع الماتش، وانه الزمالك كانوا موتيفي اكثر، حضروا ماتشهم اكثر، كانوا بوساتر الكونسنتراسيون كانت اكثر من شيرت الزمالك، فوالا كانوا حاضرين اكثر في لي ديال، خذاو لي ديزيام بال اكثر، يعني لي ستاتيستيك الكل توري للزمالك كان موجود، والحق ما سرقش يعني الانتصار نتاعو. ما نتصور الحاجه هذه باش تكون دافع وباش تكون موتيفاسيون للاسبيرانس، ان شاء الله باش تعمل رياكسيون في الديمي فينال تاع الشامبيونز ليغ ان شاء الله. انت خدمت مع معين في ترجي اكيد، تشوف شنو فشل تكتيكيا مع كارتيرون ولا ملاعبيه من جوست ما كانوش في نهارهم؟ ما فشل من بوتيتر ما نعرفش ما نتصورش، يعني
التشكيلة هي بيدها قاعدة تلعب. كما قلت لك يعني الحاجة الوحيدة اللي شفتها وأنه جواريات نتاع الزمالك بتاتر كانوا في نهارهم أكثر من جواريات نتاعنا، وهذا هو اللي رجح حل الكفة نتاع الزمالك أكثر. فهم مواجهة جاية بين الترجي والزمالك في السوق في الشامبيونز ليج، باش تنصح الترجي باش ينجم يتفوق على الزمالك، خاصة كما قلت لك تعرف الزمالك مليح أنت؟ والله كيما قلت لك ديجا الموتيفاسيون اللي عند الاسبيرانس وانها خسرت السوبر هذيك وحدها يعني تكفي الاسبيرانس ما ناقصها حتى شيء. نتصور بعد النرفزة بين قوسين نتاع الجمهور، يعني حتى نتصور جواريت وستاف الكل منرفزين كيفاش خسروا السوبر، نتصور شعملوا رياكسيون، وسورتو الروتور باش يكون ان شاء الله في تونس وفي رادس وقدام جمهور، دونك ليسبيرونس نتصور ما ينقصها حتى شيء باش تكون في الدومي فينال ان شاء الله. فرجيني معلول وتوا انت نجوم في مصر، ظهر لي تشوفش بسبب ضعف البطولة وملاعبية المصريين، والا انتم فرضتوا رواحكم غادي؟ لا بطولة لهنا حسب ما نشوف يعني ماهيش ضعيفة، يعني بطولة محترمة. لي تيران يعني ما همش خايبين، فما ريتم فما لونجو. مالوريزمون يعني توا في العوام الاخرى برشا جوالات ولاو ما عادش يحبذوا انهم يكملوا في البطولة التونسية ويخيروا انهم يخرجوا. لهنا انا بيرسونيلمون يعني لاقي راحتي، بطولة يعني نحس انها تنجم تحسن في الجوار وتنجم تمشي بيه لقدام، وكما قلت لك واحد ديما يطمح للمخير وديما يخدم على روحه وان شاء الله جاي خير. بآخر سؤال، تنوي تكمل في مصر، ترجع للخليج، ترجع لتونس، ولا مازلت تحلم بأوروبا فخر الدين؟ والله انا تو ما نحلمش ما نخمم في حد شيء، كان واني نرجع الفورمه نتاعي، نرجع المنتخب ونركز مع جمعيتي اللي هي مستحقتني تو. ما الحق ما عندي حتى تخمام في المستقبل في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر يعني عندنا مباريات كبيرة لهنا، خرجنا من ماتش كبير البارح في الكوب دالاب، عندنا كأس مصر يعني ضد نادي كبير كيف كيف وعنده لاعبين باهين اللي هو بيراميدز إن شاء الله يوم الجمعة. عندنا يعني عندنا برشا دي تشالنج ومع المنتخب كما قلت لك انا تاو نخمم كان في فخر الدين باش يرجع للفورمه نتاعو وان شاء الله يرجع المنتخب، ومن بعد يعني مازال عندي الوقت باش نخمم المستقبل نتاعي. خويا بالتوفيق إن شاء الله. عايش خويا عايش، كسلام وربي فضلك وتحيه لي.